السلام عليكم. في دقيقتين باش نحاولوا نلخصوا الشوط الاول اللي جمع بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي لحساب الربع نهائي كاس العرب اقل من 17 سنه. اللي ما شاهدش الشوط الاول نقولوا شاهد الشوط الثاني، لانه بصراحه مقابله فيها برشا حماس وبرشا اندفاع. المنتخب التونسي كان الافضل، ممكن مشكلته الوحيده انه حكم المقابله الحكم الاماراتي ظلمه عن قصد او عن غير قصد. النتيجه واحده، المنتخب التونسي الشوط الاول متاخر هدف لصفر. هدف للمنتخب الجزائري مسبوق بلمسه يد وضربه جزاء لم تمنح للمنتخب التونسي. ونسمعوا مع بعضنا ايش حكاوا على حكم المقابله في بلاتوات الرياضيه سبور. كابتن صادق، الهدف جاء عن طريق اللاعب محمد عبد المجيد، طبعا مشكوك في امر الهدف او لا، مش في امر، احنا شفنا الهدف في اليد، وبالتالي رغم ذلك المنتخب التونسي نوعا ما كان افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهدف غير شرعي، شفناه من اكثر من زاويه، يعني هدف سجل باليد، شفنا عدم مراقبه من مراقب الخط، وايضا حكم المباراه، وايضا حكم الرابع. اليوم اربع حكام، مع العلم انه الحاله واضحه جدا، يعني قبل لا تنعاد بال من اكثر من حاله ومن زاويه، احنا تكلمنا عليها، قلنا هذا الهدف ما ممكن انه بجسمه او برجله او براسه، ما في يعني غير ايده. كما كنا نسمع مع بعضنا، الهدف مسبوق بلمسه يد. الشوط الثاني لو المنتخب التونسي حاول يضغط شويه، قادر باش يسجل هدف التعادل وممكن هدف الانتصار ان شاء الله من بعد المقابله لنا عوده.